شاء الله تعالى وحنك بالله بإن آيات تضباطا يسدين إلى آيات سغاشا يكو من سورة آل عمران. أهل الكتاب كوحيابه السمايين با إن بدن لينوغو براريك يسيئا نقد دكتونا نه كوة بلانتا الله يدار طوضا وحيركو يفسده لا خلاق اللهم في الآخرة آخرة وحبكم لها نصيبكم له ولا يكلمهم الله ألا الله دمايو ولا ينظر إليه من إيجيو إيجيس رحمة دوي إيجيس عذاب على إيجي وما لنت قيامه ولا يزكيهم من طهر الله دم بقودنا مرلافو لمن أمانو أمان مله ولهم عذاب أليم بإليه العذاب حانوشي وقبه وإن منهم أهل الكتاب كوحاكم إذا يهودي النصارى لفريقا كوحبا كم إذا أما قيب يلوون الليح ليحينية ألسنتهم عرب كوضا بالكتاب كل حيني معناه هو يلوون الكتاب بألسنتهم قرآن كتاب كوضا أغرين تيسا يمرك أغريان لفت هذي بالليحينية لتحسبوه سعب أقوم ليسان وحا اللي حين يان من الكتاب كتاب كإنو كميديا كتاب كمنزل كأها إلا سود جي إنو كميديا هساء دغم لأينا إنسان بي أغريا يقو عرف اللي حين يو محرف مغنى قد يو ألفاظ بدن كساري ألفاظ اللفتي دي باللي حين يان وما هو وحا أغريا أنك ماءها من الكتاب كتاب كميد ماءها ويقولون وحا يؤرنا يان هو وحن أنو أغرينا من عند الله ألا حقي سكي مد بأرنا يان أهل الكتاب كوحا كميدا قولوا كتاب كل ليحين إذا عرب كود كل ليحين لبضع دينعب ويكل ليحين ألفاد دوي ليحين وألفاد دي صحة هاي بي ألفاد تأويل قلي كره ومعنه دي الدنيا هاي وضعتك أي ليه كران ساسا لوجه دون لغا لمر مكرم بي كوبة دلي معنى هنا معنى كوبة دلي عن كالي عن سيدي سيبا هاي وهي به بدلين وحاكم إذا صفة دي نبي الله محمد هي تاريخ دي سيبا بدلين صفة دي سيأنك نبغ عنه هاي ناي كم بما أهب إلى هاي كي يجوا أي قرآن مبدل كان ذاتك ويا أغري وكاس سفدي سمعتك أرتان هيابه يبدلهم بكمتهاي هيابه يبدله وحكم إذا بلنتي لقاضي أهيد النبي صاب حلا فمريه بلنتي أهيد بيبدله مرك عرب كي كل حين يعني لفظا ومعنى بيبدله يا وين واللفظ أنت اللفظ كلكوب بدلان وتأويل أقبله أو للي حين كره يي سيد يجوا دونا ذاتك وفصيلة يا ذاتك أنا وحيد موتين يا إنه كتابك كمديا بالمثل نبا يهودا أي متقلد كتاب القرآن مدينة دجنه ويهودا هاي كتابه قعنتي سكو قري ومحرفه ولا أحسن بيروا كتابتي كتاب القرآن مرك إسلام كلاس ولا حجليس منهم إن منهم أهل كتاب كوحاكم إذا سيد يهودي النصارى يهودا أنا آد وحب الدشون كل جد بن واسكم لفريق قايب أما كوح أما جماعة يلوون اللي حليحين يا ألسنتهم عرب قوضا بالكتاب كل حينية يقع سيدا يدونانو أغرية مركي توريت سوقادا اللي يلاهدنا وحاوية ما أقولا إني نبي قهر تيسي يدكا يقانو كهر أغرية محاي سيدا أغريليان أي أغرينيان سفونهم لتحسبوه سعاد أغم ليسان من الكتاب كتاب كمنزل توريتها أما إنجيلها إنو كميديا سعاد أغم ليسان إنتي سوقادا بسيدا يساو كتابك أو أغرية وأن اللي حسين هو وذا بدلينه وما هو وحا يأغري يعني ماءها من الكتاب كتاب كيف كمد ماءها كتاب كيف هسم لها وطوريدي إنجيلها كمد ماءها ويقولون وحيدها يعني أمليهين وحي أرانا يعني هو وحنا نأغرينا من عند الله وكيف ذا كتاب كيف هسم لها بيداتك كودي وما هو منأها من عند الله يعني حق سنة كمان وما هو من عند الله حق الله كمان ووحي يوقرتان ويلي حيين وسيدي دونان وبدلين واللفظي يسيب بدلين معنيه سينا ويبدلنا يقولون وحورنا يان هو وحنا نأغرينا من عند الله بكاء هذا الله عليه وما هو منها من عند الله مركد دوينه سيدا لقوم بدو سنة ذاتك وحي قانا لقوم بدو سنكر ونبي الله محمد مركو إلى رب الكيان كتابتي حكم انتو أشياء أي دفران إلى سوق هذا التوريد وكي ديدين المتر رجم وكلا وحي أكانا إيه اللي بكال سيني ستبا أكانا مركا ايغي سينادر waxay u bedeleen kitabkoodii ka bedelay rajmi ba ku jiray waxay u bedeleen inta la kala jeediyo dameer geneefka adiga la saaro in suuqa lagu wareejiyo saa lagu fashilo marka nabiga yiri balayn u geeyno marka wuxuu yiri waa rajmi ma jirtay in rajmi di soo qaado di tawre wiil ba soo qaado uu aqriyo meeshii rajmi ku yiri
markaasuu nabigu u farta ka qaatay halka xajmigii baa ku yaal marka wixii noocaas ah oo dhanbay bedeleen markaas ay leeyihiin si loogu maleeyo waba huwa min indillaahi ma wa yaquluna wa haydahayaan ama oranaya ala allahi alladhi shi sa'al kadhiba bayn bay ku abuuranaya yaquluna yani yaftaruna wa yaquluna wa haydahayaan iftiraan bayn abuur ala allahi alladhi shi sa'al kadhiba bayn bay ku abuur yaquluna wa oranayaan الكذبة بين على الله ألا دشيس بين أبو رنيا و الله ذا يريب إليه وحوية وعدتك مركة وحل الله الله وعدتك علمك يقال لكن اللي هي أضنها هذا كفر شدوي وحل الله الله أغو يهود كلي اللي شيء ماي عد الله عدي دين تكود أنا يسا تقص سيدي أهي تيانا هين ذاتك أغار شيسا آيات ويدبوليسا وهم يقولون يعلمون ويأغيهين وحنون كتابك الله أهين بأغي ومحرفيها يقولون وحيده على الله ألا دشيس وحيكون له الكذب بين أبور وهم يبون يعلمون وحيؤجهن أن هذا كانوا ليس من عند الله إنه نهين بأجهن دانه ذي كفر شنيا وضدك يعني أنا قونت لهين بي كغقا دانيا وحيد دونان كغقا لأرسنا يوين ما كان أبو الليل وما سقنا وما نبنانا لبشر قف بني آدم أن يؤتيه الله ألا إنه سيئه الكتاب كتاب كسو دجي سيده انبياده والحكمه علم النافع يفهم اوصيه والنبوه النبي نما اوصيه ثم يقول او كيراهد للناس ددك كونوا هذا عبادا ادوم لي اني اي هذا ومن دون الله الا غيرتي اه ولكن يقول وحده بشر كان وحلو سو دج كونوا هذا ربانيين علم عالمين هذا علم عاملين هذا علم كعمل فش هذا شباني ونسبة إلى الرب ويا وقف ألا له نسبة يوي مركان نون يوحى الجزيالي يألف يا النصب بالجزيالي كبانيين يعني منصوبون إلى الرب هذا هو ألا أخدم يا هذا علماء فقهاء حكماء هذا ربانيت وأنت كباني هو حوي قفك علمك أنت يقان كو عمل خلوي وفهم سنة ذات كان بروي ثم يقول ثم يقول كل الناس يكون عبادا لبال ولكن يقول وحده كونوا هذا ربانيين علماء عاملين هذا وألا له نسبه بسبب ما شيء سببتي علمك هذا كنتم آتيين تعلمون الكتاب كتابك هو براء الناس ذاتك تعلموا من علموه تعديل مفعولين بو تعديل مفعولين بو طلابية مفعولك لباد باق مفعولك كوباد باق تعلم بسبب ما شيء سببتي علمك هذا تعلمون الناس ذاتك أدبريسان الكتاب markii sidaa la yiraahdo dadka aad baraysan lamina tacliim uu noqdo caalimiina way yihiin marka oo waxay ka dhigan tahay caalimiin muallimiin ahaada way oo dadka kitaabka bara sidaa darteed baad rabaaniyiin ku tihiin wabimaa shay sababti baad rabaaniyiin ku tihiin kuntum aatiin tadrusuna kuwa aqriya marka tucallimuuna dadkay barayaan tadrusuunana iyagaa baranayo aqriyayo fahmayo way oo dareerinay marka tucallimuuna laasaa laba macno bay xambaarsan tahay bimaa tucallimuuna naasal kitaaba aad baraysaan وتتعلمون إذن أدبرنا يساوي هل هذا معنى يوم بحبار سنتهي مركا تعلمون يا قراء أوين كقارة تعلمون مركا تاسوحي نغن بسبب ما كنتم تعلمون أدبرنا يسان الكتاب الدين اللي بمفعلوته تعلمون أدبر يسان أن صدتك الكتاب أدبر يسان مركا ماشن وحي يا هاي يهود باوي مدي ولدي فين نجران يهود با بالمتى النبي قوي ما نيسوح إليهم ووحاد نقربتها inaanu sida ciise loo caabuday ku caabudnay iyo sida cudeer loo caabuday iyo inaanu ku caabudno miyaad naga rabtaa masaasa yaad naga rabtaa masaasa marka aayadu halkaas ay tilmaamaysaa kuwaas aan lagu hirdinaya qof adoon oo alla u nicmeeyo nabinay iyo fahmi iyo cilmi alla ugu nicmeeyay qaynuun kuma maha caabuda inuu ilaahdo laakiin muxuu dhihi wax ila caabuda isku waxaynu caabudno isku ilaahbaynu leenahay aan isku si wax u caabudnu leeyahay خبانيين علماء واحتقانوا ألا عبد وضدك وحبرت النقضة قينون في سواسدة ساسون ليه وحاك له ليه صحابة النبي وحيكو إلى هدين إلا إن عجمك إسو سجود يا رسول الله مسانا نبو إسو صلانا باكو صلانا مسوا كو سجودنا بركا سوري ميا وح بني آدم وح أحد أنا الله اللي سجود مهي لكن نبي حرمدي سي شرفتي سسي حرمدي شرفتي ليه وامحي نبي وإلا رفاعو الله دبقى له لا أمانا أو لقد بفايله وياه نبي الله أبيض وردن الله وحوليه ما كان وما سقنا وما بنانا وهي معنى لا يصلح ولا ينبغي لبشر قف بني آدم أن يتيه الله ألا إنو سيه الكتاب كتاب سيه
والحكم فهم علم نافع أوصيه والنبوة النبنماء أوصيه ثم يقول أجراه وما صوبته للناس ذاتك أكو يراه كونوا هذا عبادا أدوما اللي أني قيه هذا وأني قي عابدين إله من دون الله إلا غير الله عابد أني عابدا ولكن كونوا هذا بوله يقول وحله هل كقول باتسوقل كونوا هذا ربانيين منصوبون إلى الرب ربك هو اللي نسبه يو الله حزبك سكود ضبف إليه هذا علماء واحتقانه وضدك وحبرت هذا ربانيين محاطف النقان إسان بسبب ما شيء سببتي كنتم هذا إذا تعلمون الناس ضدك قوة براء الكتابة إذن كنا أدبرتان وبسبب ما شيء سببتي كنتم أتين تدرسون وقرين يعني بالدرس والتعليم علمك وآهاره لماذا سأل العلم الغوية سأل علم اللي سكال كاشوبة يامتش لأدو ميل سكتشوغا ما لغوغو شوبة يو قلبك لغوغو شوبة ما يه تعليم إيا دراسة إيا ديبو إيجيد إيا أغرمبا وحلقو برتا marka waxaan waxaad culimada rabaaniyiin ku noqotaan cilmiga aad baranaysaan idina dadka baraysaan oo aad akhrisanaysaan culimada rabaaniyiin ku noqon walaysa bir rabaaniyiin ma la yaqaan shay waxaan cilmi baa aqoon rabaani marka noqon maayo marka anbiyaadi sidaas markii lagu yiraahdo hadii nin soo boodo yiraahdo balaniga isku ka hele saaxiibo waa khatar hadii raaniga isku ka hele waa ku kaas waxa doonta samee waa arin khatar ah way wala yaamurakum idin amri maayo halkii hore ku cada summa yaqula linnaasi wala yaamurakum إنو إذن أمر معها أن تتخذوا إنا تكيالتان الملائكة ملائكتا إيا والنبيين أنبياد أربابا ربيالنا تكيالتان إذن أمر معي محايا لي أن يأمركم ميو إذن أمر بالكفر قال نمو بعد إذ وقت كنت أنتم إذنك مسلمون أتين مصورة قلبا نبيك الشرفتي إنو ضدك إلى هذا علم النقضة وألا عابد مركا إنا ملائكتي أنبياد ربيال كيالتان ميدن أمر يوان waxa malaa'igtii iyo anbiyaada si gaar ah loogu sheegay ee qolada yahuudiyada iyo nasaarada waxay caabudayaan iyo mushrikul arabiyo malaa'igtay caabudaan iyo anbiyaadu waxa ay caabudaan marka waa mamnuuc midaasi nabi kasta waxa qaynuunkiisa inuu yiraahdo an ilaahay wada caabudno an wala yaamurakum idin amri maay adonka alla u waxyooday oo alla nabiga ka dhigay an tatakidul malaa'ikata malaa'ikta inaad ka yeelataan arbaaba iyo wannabiyiin anbiyaadana arbaaban ka yeelataan rabbi marka waxa weeye wakiil la caabuday wax alla wixii cibaado la siiyo rabbi baa laga dhigtay walow afkayaan laga dhig rabbi u yahay baa la dhig magac kale loo bixiyo magac kasta loo bixiyo mar hadii cibaado alla leeyahay la siiyo rabbi buu noqonaya rabbi baa dhig loo noqoni ayaamurukum iyo idin amribay idin la tahay bil kufri gaalnimo bacda idu waqti antum idinku muslimiina atihiin idinku muslimiina marka dadka oo anbiyaadu yeedhayaan hadii jeer muslimaa marka inta idinkoo muslimiin ma gaalnimaydan amri macnaheedu waxa weeye meeshu idin islaanimo idin ka amri lahaa miyuu gaalnimaydan amri weeye haddaad muslimiin tihiin idinkoo muslimiin gaalnimaydan amri haddaad gaala tihiin islaanimada inuu idin amri weeye gaalnimaydan amri maayo weeye ilaa malaa'ikta iyo anbiyaadu iyo bani aadamka oo la caabudaayo waxa weeye waa gaalnimay marka suuragal ma anbiyaada dariiqadeeda maaha in wax la caabudo waxaan allah la caabudo ma weeye aayadu marka waxay daboolaysaa meel hoose hoos u dadbaj cid kasta oo diinta ku danaysata oo wax weyn iska dhigto waxa weeye wax isku sheegta wax sheegata awood sheegata khalas way daboolaysaa aayaddu allah wuxuu leeyahay wa idha khadha allahu mithaqa an-nabiyyina wadhkur idha waxa loo qadarayaa ficil marka hadii aanu kitaabka lala hadlayo udhkuru baa la leeyahay xusuusnaada sheega oo ka warhaya id waqti akhadha allahu hadii nabiga lala hadlayana udhkur baa la leeyahay udkur ka sheekeeyo dadka uga sheekee idinkuna ogaada kuwano id waqti akhada allahu alla u qaaday mithaqa nabiyina anbiyaada ballantooda muxuu ballan ka qaaday lama aataytukum wixii aan idinla imaado min kitaabina min tumaaday bayaanin waxaan idinla imaado oo kitaaba haddaba kutub oo dhan iyo wa xikmatin cilmi naafica ah uma jaakum u idin yimaada rasuulun rasuul oo musadiqu rumaynaya limaa macakum wixii micinaha kutubta idinku haysateen rumaynaya la tu'minunna inaad rumaynaysaan laamtaas waa la muqasam jawaabka meeshiisii bayna dhacday lamaada jawaabkeedii bay dhacday la tu'minunna inaad rumaynaysaan nabiga isaga ah la tu'minunna bihi inaad rumaynaysaan wala tansurunna aad u gargaaraysaan ayadda sharaxeedu waxa weeye nabi kasta waxaa ballan lagaga qaadayay haddii nabi soo baxo oo waxaad adigu haysato wax la mid ah isagoo wato inaad rumayso ummadaadana aad kula ballanta way marka anbiyaadu diqaar baan isa soo gaareen marka nabiga waxaa lagula ballamayaa haddii nabi waxaad wadata wadaa uu soo baxo rume nabigu walowba nabiga ku yimaada rume haddiidi
ولا تنسرونه المعهد وحوي أدو جرجال إنسان ومدينة أتقلب الله ميسان إن النبي جمع دبا يوم أيام مركتنا هو حجة كتاي قال ذا يهودي نصارى أو حاتوريد إنجيل كقرن إن أنبياء بالله لقى قادة النبي صوب حين يوم أيام قاره النبي محمد سجارة بالله تلمع ما يبغى مركا يجنا لليه بالله تبا سيرة هاي ذي صوب قال أنبياء بالله تلقى قادة وين إن كلب الله من وين قرن تاي وحي صوب قال أصايا لما عن ساسة كتاي واذكروا أهل الكتاب وحسوسنا أما واذكر نبي الله محمد وشيك وحسوسنا إذ وقت أخذ الله ما تبني أهل الكتاب كان ولا لها أخذ الله الله وقاضي ميثاق النبيين أنبياء بلانتو دي النبي كستسيقوني أبلان لغا قاضي أمحو بلان كغا قاضي لما شيقي أتيتكم أن دي الله إما دعو من كتابنا كتابة وحكمة علم نافعة حكمة ثم جاءكم دبادرنا وإذن ما درسول الرسول إذن كدن بيه رسول كاسو مصدق الرومين يلي معكم وحمينا والدين تو الدين تو اسكمت فروع لا كلا دوان مويان التوحيد كو اسغمده لا تؤمنون ان اتخمينسان به رسول كا حدا درقتان ولا تنشرن له ادو غرغاريسان رسول كا ود امدينا امر ايسانو غرغاركو هو وهي امده ان امران او نبي قال سحدو سو بخو راع نبي صفدا لا اتينا سذا سبل لو قاد marka balanta waxa la xusuusinaya qoladana kitabka warsaasa jirtay xagee waxa la idin ka mariyay wey ballantaas aanbiyadii laga qaaday inuu nabi waliba ka ballan ballantina way jirtaa iyo tawreed injiil oo kutubtu dambaysay way qorayaan markay eelo kitaabu sida ogaada la leeyahay qaal allah wuxuu ku yiri aanbiyada mid walba goonidiisa wuxuu yiri aqrartu ma qirteen waa la isu keenay mid walba gooni baa loogu yiri ma qirtay markaas si jamac lagu horay qaal allah wuxuu ku yiri aqrartu ma qirteen yaani ma qaadateen way wa akhadtu ma qaadateen ala dalikum arintaas isri balantaydi ma ku qaadeen sida balantaydi ma ku qaadeen baa lagu leeyahay rusulshaasi lagu leeyahay qaal allah wuxuu ku dhufay rusulshi aqrartum ma qirteen wa akhadtum ma qaadateen ala dalikum arinta balanta ah akhadtum ala dalikum shard gaawi ala dalikum shard gaa ah ina turmaynaysana isri balantayda ma ku qaadeen qaaluu waxay yiraahdeen anbiyaadi aqrarna qirri waan sugnay qaadanay marka qaaluuda isku marmayna dhahina mid walba goonidiisu qaal aqrartu marka taa la isku keenaya قالوا أنبيادي وحيده كل قد سيؤدى النايين أقلنا قرره قال ألا وحكويد فاشهدوا عبدايا أقادا وأنا أنقل معكم إذن كان لجيركين من الشاهدين كوا عبدايا يؤقبان كما ذهبون شهادتوا عبدايوا شهادتوا مرخاتيك الشهادة اللي أقب بحيه مدعيك أما مدعو عليه وحو شاقنا يو عبداينا مركوا عبدايوا فاشهدوا أقادا اعلموا أقادا وعبدايا وأنا أقول معكم من الشاهدين مرخاتان إذن كاه أنبياء الله رساسة الله قاري مركب محار لعية بلانتا أنبياء الله لقى قاري أنبياء الله ويفو ليا طبعا خطبه دينا ويكو قرنتاي طبعا أمد دينا ويلب اللمين محار لعية مركب دي مرخاتيك أي بلانتا لفلوة يا محار لعية فمن تولى قفكي جيستا بعد ذلك انت كذب انت بلانتا لقاري كذب قفكي جيستا سقو أحلو الشيغي وأنبياء أي قعم مقود كقاتين oo ummadoodii u sheegeen qofkii jeedsa oo xaq ka jeesa fawlaayka kuwaas uu miyaga alfaasiquna ikhtisaas kaliya dad faasiqiina wad yaani waa faasiqiin tanbti waayay kaliya qof kasta oo xaq diida waa faasiq kharij anda atillaahi wuu ka baxay qofku haduu daacada alla ka baxana hadii ama waaba gaal ama gaalimo qarka u saaran yahay way hatta haduu shahaadanayo laakin daacada alla uu ka baxo qaadan waayo amarka فهو فاسق عن داعة الله وي الله نوضع لهم عاملون سيدة فاسقين توي ومن فمن تولى قفكي جيت سدا بعد ذلك بلانتا هذا كذب قفكي جيت سدا فأولئك كواس هم الفاسقون كوا طاعة الله كبحي وي مركا معنه إنه إن الدبوليو بلانتا نبي الله محمد بلانتو إنه قادي وحي آي إنه إن الدين تا إنتا أين النور لهي كودق النور ووددي تامره وإن العذك لرب كذلك أن العذك مدين تألا غير كيد بيبغون الطلبيان والحال له ألا أسلم أيوه قان سمينه السدي بين ما في السماوات السماء ذا واحد كسوغن إيو الأرض أرض ذا واحد كسوغن ضوعا في خياره إيو كره وحال الله وحا أدوك حتى قال ذو ثقة سبي ألا أيوه قان سمينه
وحوي مركب بكودان عشر هذه سمع لين كران قال شذي سمع لين الله حكم في سبب كل عشران يعني سجودهم بيديدينهم الله بحكم في سبب كل عشران وخش وحسين وقصب بين الله وتبص على ساعد كلو ما مسمان مرك الله سداسة دين تيس الدين أنا هين ميجد البيان آيات وحي الله اللي سال لي وحي له وريه الدين تيدو وحي أهل أنا قاك الدين هرينه هرتابان مسلم هينه توريدي إنجيلي الدين تاسانه هاي سنة بيده دين تي الله ذلك كاها وقت جادي ثاور دماده وقت جي الله الدين أهان ورال وقاه إنه كل دماغه ثبي وبر دماده دين أنا شو دين أنا هاي الدين أفغير الدين الله والدين كان وكان صومر إن الدين عند الله الإسلام دين تنبته الله ذلك كيه وإسلام مد وإسلام يبدأ الله قال سماوي على طريقة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أفغير الدين الله ما الدين تألا غير كيد بي يبغون وطلبيا فقلت بحده وركوب عين والحال له الله السلام أسلم أيوه قال سمينه السدي بين من في السماوات السماد وحكسوغا يو الأرض أرض وحكسوغا طوعا سدى عدماء في خيارة يو كرهن تقصب الله وضعه عد كبح كرت حكمك ألا ما تنوي عدوا لي ما كنت بركة هذه حق الدين تالله أيغانا طوعا وكرهن وردتك خيار كود الدين تأصوه قليك وكره أن وعدتك السياسية قصب القصوى قرية الدينة مركا دم بدي هدو قفك إسلامي ماذا سيكا سواها سوق هدو لقب صدو ولقما إسلام سنة هلكو أرقو قصعوني وإليه حق إسانة يرجعون الليدين علم دون يا يرجعون اللوء علم ذاتك إليه إلى الله إلى محكمة الله وبين يديه يا يرجعون ذاتك اللوء علم مركا عدة داعك صوق شيء عدة قصب كصوق شيء محكمة دالون بالسوية قف ولم أوحو كالسدو ليه قفنا وحب الله قدل من ما يوي مرك دينتا فرقانه قرآن كريم كاه وحانا هين قفكي كالدين ديكتا وخطر وي دينيه كالا وقتك يسود دقين انتي الله وقود تلقى لي ورنا ما دي وقتك وضي وحاوي يهود النسخة ويكسوه جيدو النسخ ما تشري لهني وابين تود نسخ ما تشريه دينه وحيابا بدا وحي مركا ديبوه ورنا ولقى نسخ تشري وي بالمثل النبي آدم يمرك لقى صوب بالله dadka walaalihiin isku fursadaan bay ahayd habar yarihii edoyinkii la guursaday ahay nabiyullaahi nuux baan la saxay oo waxa weeye dadku inay abtir ay kala abtirsadaan dadka isku fursanay ahay waxyaabo badan ba yaa jira marka iyagu nasaxay ka soo horjeedeen iyagu nabiga ku ceebeynaya anaga diintayadu nasaxba ma sheegin bay leeyeen allah wuxuu leeyahay qul nabiyullaahi maxamed baa allah hadda waxa lay qul waxa tiraa aamanna anagu waan rumaynay hadaan ummadanahay billaah allah rumaynay وما شئنا وارهم إن أنزل للدجي علينا دو شهيد القرآن ككريم كأه وما شئنا وارهم إن أنزل لقود دجي على إبراهيم دينة إبراهيم لقود دجينا فرمينا وإسماعيل إسماعيل دينة لقود دجينا فرمينا وإسحاق دينة لقود دجينا فرمينا ويعقوب دينة لقود دجينا فرمينا والأسبار دي قبائل كريب بني إسرائيل دينة لقود دجينا فرمينا كريب بني إسرائيل أنبياء دو دوي برناي marka asbaad waxa looga jeedaa anbiya al qabaail wey asbaad wa jamu sibdin wa haga arabta qabiilay ka dhigantahay sibdigu haga arabtana qabiila la yiraahdo hadan marka anbiyaadii heebani israayil qabaailkii heebani israayil anbiyaadii ka tirsanayd wixii lagu soo dajiyay rumayn wama shay baa rumayn ee uu tii la siiyay muusa muusa iyo ciisa si gaar ah oo tawreedii injiila wan nabiyuna anbiyaada wixii la siiyay gabi ahaanba waa rumaynay mid rabbi rabbigood xaqiisa laga siiyay لا نفرق كلا سار مين كلا فقوق مين بين أحد بين جمع أحد تاسوا جمع وأحد سدى كدلتي لا نفرق كلا سار مين بين أحد جمع ومنهم كمذا من نقولوا فقوق مين جمع هذا أنبياء مكلا جينين ونحن أنقن له لله الله حق يسان مسلمون أهو قان سمينا الله نهو قان سمينا وسبحانه وتعالى وحاول جواب كما دبعانك وحقول هذا اللي هو يدير إليه صور راعة واسدى in guud ahaan ambeedi odan la rumeyo diin odan la rumeyo marka diin odan hadii tawreed injiil rumayntoodu waxay ka dhigantahay nabi ilaah maxamed markuu yimid iyaga waa la joojin oo qofkii tawreed injiil si dhab ah u qaatay waxa nabi ilaah maxamed sheegay uu garanay marka mowqifka anagu hadaan ummadanahay anagu ka mowqifka iyaga ambeedi odan baan rumeynay diin odan baan rumeynay kadibna wixii ku dhaqmayna la yiri baan ku dhaqmayna way macni wanaahu lahu musliguna waatida anagu wixii ku dhaqmayna la yiri marka deeydu ku taas dibadda aad ka tihiin way looma diidana tawreed iyo injiil inay kutub yihiin looma diidana laakiin ku dhaqankoodi baa la joojiyay taas ay fahmi laayeen marka qul waxa tiraa baa nabi ilaah maxamed oo aamanna waan rumaynay billahi allah baan rumaynay
وما شئنا وارهم أن ينزل علينا أن نجد الجسد الدجي القرآن الكريم وحيه وما شئنا وارهم أن ينزل الجسد الدجي على إبراهيم إلا كتب النبي كاستوحي بالجسد الدجي وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أنبياء هذا الشيء إبراهيم باوحد علي إسماعيل إسحاق إسحاق ما يعقوب بردنا وما أتي وما نزل على الأسباب قبائل كيف بنو إسرائيل أنبياء هذا وحي الجسد الدجي نفهمين وما شئنا وارهم أن أوتي اللسية موسى وعيسى سجارة في بني إسرائيل سجارة الله قشعر إلا لبدو بلمان ويرهب بني إسرائيل يهائن عيسى موسى وحي لسية مركز سجارة الله سيقول دين تودا ويني تورادي إنجيل والنبيون أنبياء القبي أهان وحي لسية وارهم أن ربي ربي قد لقسي أنبياء وحال قلت المامي بقول يفر إلا باتن كن بقول قلت الماما حوى إلى صدح بقول يصدح يطبا يا رسول هاي رسول يا نبي حكوك للنبي وأحد له وحيودي marka hadii la amro la yiraahdo dadka wax gaarsiina rasuulimu ku darsanay laanu fariiqo kala geyn meena hadaanu anagu umada nahay bayna ahadin jamaa'o kala geyn meeno minhum anbiyaada kamida yaani qofna gooni soo cimayno wa nahnu anagu nillahu alle muslimin wa huwa gaasimina wuxu ku dhaqmaniyo ma ku dhaqmayna waman yabtaqi marka qofki dalba ghayra alislam islam ka ghayrti diinan diinahanu dalba falan yuqbala laga aqbali ma yaminhu ka hadis laga aqbali ma hayo dhaama Allah ka aqbali ma diinta islaamka ee nabi muhammad lagu soo dajiyay waxaan ahay qofkii ku dhaqma falan yuqbala minhu laga aqbali ma hayo Allah kama aqbalayo wa huwa isaguna fil akhirati akhirat dhaxdeeda min al khasireen ku khasaareeyo kamidii macnaheedu waxay ku tusaaleeyneysa qolyaha la diin karaan oo anagu leenahay diintaada uma baahnin yaa la leeyahay islaamka hadda jira islaamkii hore waqtigiisii wuu dhamaaday kan hadda jiraad ku dhaqmaysaan isla marka tawreed injiil haday rumaysnaan lahayn maba diideenba اتوريد انجيل بي تحريفيين وكبدلين وحال الله وحي حقها بي كبدلين وقال الله وحي ومن يبتغي غير الإسلام الدين يبتغي قفك ضلبه غير الإسلام إسلام كغير دين دينها نضلبه هذا هو التمييز فلن يقبل لك أقبل ما يمينه كأو الله كأقبل ما يدينها لو قلت حقل ما هي وهو يسونا في الآخرة آخرة خاسرا من الخاسرين خاسر من الخاسرين آخرة وخساري كو خساري بو كوميديا هاي او راسمال كودي خساره وعلى الى مركز راسمال كو بابو فاذا مركا لهلي لكن راسمال كي نمد قبا خساره ما راسمال كي بابو نفطودي بعذاب جليس وخساره كيف يهدي الله قوما الله وحولي هاي كيف سيديبو يهدي الله الله اوهنون قوما قوم اوهنون كفروا قالوا بي بعد ايمانهم ايمان كودا كدب هو شهدوا قري أن الرسول الرسول كحق إنه يهي رسول الله محمد حق إنه يهي وجاءهم وأليمت رسولكم البينات أو جاءهم وأليمت البينات حجين عن عدي أليمتهم أفاعل جاء والبينات والله ألا لا يهدي مهنونيه القوم قوم الظالمين والظالمين الظالمين تواكوا كوا يقول حق فهمي قال لي مرحي والظالم بركا يدو حيث المامي سي فحال لي قالوا من اللي هذا حارث بن سويد يا دور يا طبعا خير الصارات كميرة يا مرتدوبة يا قالوا لي أو خلاص قالي مركا وايد تجين ومكية ما لها يا قالوا دي بالحديدين حارث بن سويد بمركا ولالك والجلاس بن سويد يفرن وصفرين وروان توبة كينا يعني وحوي بليلها النبي قال إن توبة لا يهي إن كله قل هذا وايد المامي سيبالي وصدى الله أهانونين مركا معنوه ماها قف مر قال لي ما قال لي مر لباد لقى أقبل ما هي ماها وهنون يعني قال بدون هنون باكر معنوه سوى حوي قف سوى حقي فهم قال لي ما دارتي سيدو كسو نقضى ويأدك تي وي معنوه سوى قال لي ما قال لي ووسواس وماها وانما قلبي جيش الدقني انتو إيمان كي فهمي بو هدانا حدا كلا أقول لي حلي مركا سيدو كسو نقضى ويأدك تي وي معنوه اي قف قال لي ما انتو كتك كسو نقضى قال لي ما دي قال لي إسلام كسو نقضى لقى أقبل ما هي معنوه والله هو هنونين يا سبحان الله تبدون أن الله هنوني باكرة إيه معنوه حالة المامة يا سلام حالة المامة حتى الله هذا نقاله به حالة بسيء وحفاهي كيف السذاب يهدي الله الله هنونين قوما قوم كفروا قالوا به بعد إيمانهم إيمان كودة كذب وحكى له أيضا شيء يكون له الكتاب كعا نبي الله محمد ويهم أيان انتو نبحين ويكون استفتاح يسيرين مشركين تقوهن جبي جيرين نبقى النوع عاسي النوع عاسي مركوا بحانوا إذكاءت كانين إله النبي قال إنك سوق قال سيبك ليه كذي مركي فما يسناين سفدي سيناء ما يشوف قار كان يجور رميي مركي أونا إيمانين مركو جميد بيك قالن قوة سيدا وهنونا يا ملفك بيك شو كان وجد بيقول له حق الله لي قف إيمانك كبر حيوب قال لي ما تجلس بيقول له حق الله لي
روبك وحبه ومطر موك كيف يهدي الله قوما قوم سيدي الله أنه كفروا قالوا ببعد إيمانهم وشهدوا قريب أن الرسول الرسول رسولك حق حق يهي وجاءوا البينات حجدي على النوتمت يقول رسولك إنه حق يهي قريب حجدي إلى إيماشا واضح تهي هذا نكوة قال لما دورتي سيكسوا هنون أنا ويادك تهي ويمعنه والله الله لا يهدي مهنونيه القوم قوم الظالمين والظالمين مركو حوي إلهي وهنونين يا ضد بدن بهنوني آيات وحي تلماميسا قف إيمانك إنتو كبحي قال لي مبحي أضيقي يحمان تيلي ذهي إنو صوهنون أي أدبي وادكتي وي معنه ولايك كوى النوع عاسا ويقو حقي قرتي كبحي جزاؤهم أبالكود وحوي أن عليهم دشوة إنو يهلعنة الله الله الرحمة كديرينتي والملائكة ملائكتي رحمة كديرينتي لعنة دادي يو الناس يددك أجمعين دمانتو وحل الله وحي وحل عنادو دبا لعنادك وامل عنيون marka lacanadu xagga Allah waxay ka tahay raxmad ka fogeyn xagga malaa'ikta iyo dadkana waxay ka tahay habaar ilaahayo lacanad ku oo raxmad ka fogeey ka tahay malaa'ikta iyo dadka xaggooda lacanatu waa habaar weyn af Soomaaliga markii loo bedelo xagga Allahna waa raxmad ka dheereyn weyn Allah subhanahu wa ta'ala meel marka gaalimadu heerkay leena marka waa malcuun marka gaalimada guud ahaan waa la lacanadi kara laakiin shakhsi gaar ah lama lacanadi kara oo hebe lacanatu Allah alayhi oo nool waliba لما الله عنا ذكر محيلي إنه صاهرنا دعي كرتمومي هايو الله سبحانه وتعالى خاتمة أولا جندون مركها الله عنا ذي لكن يدعي إله صاهرون ذي نبي قوار قد مركو أدري هرغلي والسلام على من اتبع له داود والسلام عليكم مدهم والسلام على من اتبع له داود مركا هذا نوم فصور على وسلام أنت ما يكاد يقنتها مركا قال ذي قودها والله الله عنا ذكر لعنة الله على الظالمين على الكافرين على كذا لكن الشخص قال لما الله عنا ذكرون أو النوم أولئك كوا النوع عاسه جزاهم أبا الكوضو أن عليهم دشوضا إني تايوا اللعنة الله ألا اللعنة دي سور رحمة كديرينا يوال ملائكة ملائكة هبارك دي والناس يددك أجمعين دمان خالدين ويكواريا فيها اللعنة دا بكاد دي ليلة اللعنة دي كواري يعني نار اللعنة دا كدا لتبه كواريا وين خالدين فيها في النار مع اللعنة وين بركا اللعنة دي كواري معنى دي وحوي نار تي كواريا يوا ملعونين نار توحي أقلاني خالدين فيها ويكواريا لا يخفف ولا قفض ضين ما يعنهم حقود العذاب عذاب كلا قفض ضين ما والله هم يندرون اللون السوق ما هي هرال لقجره دي مركي ما هشرك الله تبا الله نسين ما هي يوم يلسي شو بتوج ما هيان اللي هو حساب تود وفود دي تال الدم بيجودي بقى عندك قوة تال تدك الله لا حساب تام ياي وحوي وا وادت كدي وحون خير يا وحون قوة تال لا حساب تام لكن كون يجا مرك هرب والودي ويقرأنا يا اقرأ كتابك بالله مرك هرب بدي وحلا قلا حساب تام ماله وحوي النار في هاري كجلي ولاهم يضرون وين لا يخفف من لقى فضودين أيه عنهم كوا حق ذا العذاب عذاب ولاهم يضرون اللون السوق ما يلوج كادين ما النصنية يوحس مشران إلا الذين تابوا بركب إيش هسات قرن إيش ها وحوي قال لما كستقفكوا هاد قال هادو توبة كانوا وخير مو غبا إلا الذين كوا مويانه تابوا كتوبة كاني دم بيجي يا قال لما دي من بعد ذلك أنت كذب قال لما ده كذب أو أصلحوا ما أفسدوا وحي حميين هجاجيين وحي حميين بي هجاجيين مقعي بي إسكب بدلي مقعي كافر هابو مؤمن وبدلي مقعي وحوي فاسق هابو طائع وبدلي وحو بدلي صلاة الله أنت بو الصلاة وبدلي وحوي لا إله إلا الله بو كن بدلي وحي وقال لماذا أصلحوا ما أفسدوا ها دمبي سيبو قرت مركاسو طوبة كان كوا النوع عاسا فإن الله الله غفور كلا فهو يرحمنا نحرس الله سبحانه وتعالى رحمد يسوا بضعو ماشنا إسكت الله الله هدم به هراء الروح وقال يهدو صوت هو كانوا كاهر الدرتي الله وعقابه هاي وانا ارقد الماي الله وحوي يغفر حكم مركو توبه كانوا كيوم ولادته امه ما لي توجد الذي بدم بك نقني الاسلام يهدم ما قبله هو الا الذين كو مو يتابوا كتوبه كان دم بي من بعد ذلك انت قالوا بين كذب واصلحوا هاجاجيه وهي اي حمايه فان الله الله غفور كده فوق الرحيم الله رحمته سوى واسع رحمتي وسعت كل شيء وحوي رحمته رحمته علي عرض عليه رحمته كواسع سن الله سبحانه وتعالى خير بولا ربا الدرت وحوي سيدا الدرت يدبو الرسول وقدر ايا يدعاد وشاكتا إن الذين كوا كفروا قالوا ببعد إيمانه إيمان كودي كدب بالمثل اليهود دوكلا ثم يددو نمبر دي ثم ازدادو زيادة كفرا قال لما زيادة وقال لما كسيات كيستود قال لما زيادة بالمثل وحوي كوا intay muuminiin noqdeen gaalobay oo yahuudi iyo nasaara deedna hadana gaalnimo si kororsooda nabi ilaah maxamedna ka gaalobay macnuhu saawad
وحادبا اي نقول لك بيننا ان الذين كوا كفروا قالوا ببعد ايمانهم ايمان كود كذب عيد كسبها اهاته ثم ازدادوا سياسه وكررسد كفرا قال لما سياسدي وقال لما كو سياد كيسو لن تقبل لغا اقبل ما هي توبتهم توبدود واولئك كواسن هم الضالون كو ولسن ويا قف قالوا بي وقال لما دي سوف بدتي توبه لغا اقبل ما معناها دو حوي بركان توبه لغا اقبل عند الغرغره بركان نفطه هي سوي انت وفيو يا دو توبه كانوا لغا اقبل مركا كو قال لما زيادتي الى انتي كدمنين او نفطه كقبنيسي توبه لغا اقبل ما لا يقبل التوبه عند الغرغره النبي قال عليه الصلاه والسلام قفك فصعد بولا يا قف كساو وحبا او بنان waxa way inta naftu qabani ma lam yuqarqid inta naftu qabani qarqaradu meesha nimani walaga aqbalay fir'aun wa kimarki badda u galay la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israila wa ana min almuslimin wa kayyin afka dhoba laga saaray alana wa qad asayta qablu wa kunta min almufsidin marka inda alqarqara way waxa la sheegay tawbada la aqbalay inta qofku fayow yahay tawbada wa laga aqbalay in alladhina kuwa kafaru galobay ba'di imanihim iman kooda kadib ثم ازدادوا سياسه كفرا قالموا قالما دي كسي ادكايس الى اي كدمنيان لن تقبل توبتهم توبدود لا اقبل مال واولئك كواسن هم الضالون كولن سويا ان الذين كو كفروا قالوا بي وما تودنت وهم يغن كفار قال ايهين فلن يقبل لا اقبل ما يمين احدهم مدكود ملء الارض دلك مغي ذهبا وذهبا ولو افتدى به حتى هذو اسكفرتو سو غوبشو كدغو ما لا اقبل walla bas iyo dhawaa adduunka markii uu shoogay mar hadduu gaalnimo ku dhintay hadduu adduunka wax dhulka ma go'daha ba sadaqaystay markuu adduunka joogay oo gaalnimo uu ku dhinto sadaqada laga aqbali maayo aakhira hadduu intaa in leekeenana laga aqbali maayo labada goormin anigu waxa weeye aadisi uu adduunka ku qabtay hadduu mar gaalnimo ku dhintay wixii Alla wixii khayraha adduunka sameeyay dahab dhulka mugi baa ahaade ma laga aqbalay oo waxba u tarimays qiyaamahan hadduu intaa in leekeeno yiraahdo laga qaato waan isku furanayaa ma laga aqbalayo waa sida macnahi marka macnuhu waxa weeye fursad baa lagu siinaa waxa wax ka dhib yar wax dhul mugi waxba lagaaba rabee intaad nooshahay oo caafimaad qabto muumin noqo alla caabudo dariiqada soomaa waxba lagaaba rabo marka inta kaliya laga rabo laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah iyadoo ku dhaqmo wax dhul mugi wax kadii midna lagaaba rabo intaas waa lagu naxariisanaya in alladina kuwa kafaru gaalooday wama tuudhintay wal xaal hum iyaguna kufaaru gaala ay yihiin فلا يقبل لغا اقبل ما يمين احدهم مدكود ملء الارض دلك مغي ذهبا وذهبا ولو افتتى حتى هذو اسكفرت به ذهب كو ماشن كينبا اولئك كو نو عاسا او وها ويا غالنمده كو دنتي اولئك كو اسلهم وها سغنادين عذاب العذاب اليم مؤلم حنوجيا وما لهم ام سغنان من ناس لن حجر جارن من برد نكو غالما كو دنت او انتو نولا وناكسنا حقي مري وايو ايمانكي كتغو اللهم وحوسوا لهذا عذاب العذاب ليم وكلل وما لهم مسنان من ناصرين وحقر جاره والله سبحانه وتعالى.